عندك تسحب لي كان زعما راه تراجعت وداك الشيء راه غير حيت الناس طالبيني هادي دير حنقف ودنيك وراني قلت لك الشرط ديالي بغيتي تشقى انت معايا ما بغيتيش حجر كيشدوك خاصو يرجع معايا يبقى يدير معايا فيديوهات ديال السكوات هادي الاولى ثاني حاجه ثالث حاجه خاصو يبقى حيت انا عييت ما نكذبش عليك خاصو يبقى يشقى ليا وداك الشيء بحال دابا نهار الجمعه تيريح من الخدمه يدير لي كروميناج للدار وسميتو ودير لي الماسك لوجهي قد لي وجهي قد لي المهم يصيحك لي رجليا وداك الشيء يدخلني للحمام يغسل ليا وسميتو هادو هما الشروط ديالي والله حتى كنصلي ولكن ما عرفت علاش قولوا طلبوا معايا الله يهديني هي في الصراحه شويه تنتسطى ولكن راه ماشي بيدي انا شويه مفرفره ولكن راه بعض المرات راه كندير عقلي دابا تكون علاش حيت فايت مضروبه في راسي بمقله هذاك الشيء علاش ما تديوش عليا لكن راه يدير عقلو شقه ويدير هادشي اللي قلت ليه مرحبا على الراس والعين يقابل الدار على حقه وطريقه المهم طيب راه كيعرف يصايب الشلايط وداك الشيء الا كان غيقابل هذا الشيء مرحبا على الراس والعين حيت انا كتعجبني الشلاطه كنقطع بها العشاء سمحوا لي كندوزها في العشاء السلام عليكم كي دايرين بعدا لاباس عليكم كلشي بخير كلشي مزيان تحياتي للمغاربه تحياتي لاشواق تي في مرحبا بكم في المنزل ديالي انا معكم فاتحه من القناه فكر بسيطة مع فاتحه من طبيعه الحال المهم شوف ما تديوش علي راسي نضحك بزاف واش كاينه شي محاوله ديال الصلح ولا لا الصراحه بزاف ديال الناس كيقولوا لي كاينين حتى الناس هكا الناس اللي كيتبعوني في التيك توك هذا بزاف التيك توك تيقولوا لي رجعي فاتحه رجعي لراجلك رجعي لي رجعي لي وكاينين الصراحه الصحافه اللي تيطلبوني منهم نتا الاخ انت مشكور ولكن في الصراحه انا الا بغى يرجع عندي شروط عندي شروط الا كان كيسمع لهذا الفيديو باش يبقى باش يسمع لي الا تقبل هذه الشروط هذه الا تقبل هذه الشروط اولا وقبل كل شيء خاصو يرجع معايا يبقى يدير معايا فيديوهات ديال السكوات هذه الاولى ثاني حاجه ثالث حاجه خاصو يبقى حيت انا عييت ما نكذبش عليك خاصو يبقى يشقى ليا وداك الشيء بحال دابا نهار الجمعه تيريح من الخدمه يدير لي كروميناج للدار وسميتو ودير لي الماسك لوجهي قد لي وجهي قد لي المهم يصيحك لي رجليا وداك الشيء يدخلني للحمام يغسل ليا وسميتو هادو هما الشروط ديالي وما تبقى ديال السيمانه ماشي مشكل انا غادي نبقى شقه كشقه خفيف وداك الشيء اصلا كنصور هادو هما الشروط ديالي وما يبقاش يضربني وما يبقاش يقول لي حتى هزي رجلك بالزربه خاص اللي قلتها لي يقول لي نعم لا صافي واخا لا يفيقني الصباح من النعاس قبل ما يمشي للخدمه يوجد لي الفطور وصافي وغادي يعاود لي نهيره هكا ديال العرس اللي خلاني نطلب منه طلاق بزاف ديال الناس عارفين عييت في الصراحه مسؤوليه بزاف ديال الحوايج هز مسؤوليه بوحديتي واخا حتى هو ماشي هز معايا المسؤوليه ماشي هز معايا هو خدمته ما تتساعدوش يهز معايا المسؤوليه خدمته ما مساعداش يلاه راكم عارفين اللي تينقي الحوت وهادي يلاه الا هز راسو بنادم بلي والله يحسن العون ولكن تانا عييت صراحه تانا تغلبت وعييت هذا هو اللي خلاني وبزاف وتيضربني وكيدبز معايا على قلب من هي حاجه وكنت ناقشوا على لي كومونتير وكنت ناقشوا على لي فيديو وبزاف ديال الحوايج هذا هو اللي خلاني نطلب الطلاق شحال هادي كانت شحال هادي والله العظيم شتي شحال هذه كانت واحد الحياه بسيطه جدا ولكن كانت زوينه كانت ما فيهاش صداع كانت بزاف ديال الحوايج ولكن ملي دخلت لهذا العالم ديال السوشيال ميديا واخا انا دخلت زعما بالخبر ديالو ودخلت بالموافقه ديالو اكيد شويه بدا النقاش كيتزاد الاكثريه كاع ملي وليت تعرفت بزاف وهذا بدا النقاش تزاد بزاف 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 ولا النقاش بواحد الدرجه غريبه على قلب من هي حاجه علاش جرتي القلب الكومونتير علاش هذا كتب الكومونتير مال هذا داير لك هذا كتعرفيه هذا هو هذا الشيء علاش شي حاجه علاش شي حاجه تافهه اصلا كاينه اخر جلسه غير هو اللي تيوخرها ماشي تراجعت انا باقي ما مراجعهاش انا دابا عييت نقول الشروط ديالي انا باقي
باقي ما ترجعت مولي عيل. بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا لي بحال هكا، تيقولوا لي علاش فتيحه ما ترجعيش معاه، علاش صافي دبر راسو. كاين حتى واحد الصديق ديالي وديالو، صديقنا بجوج، كيقول لي فتيحه راه كيبقى فيا، نمشيو انا وياك نجيبوه هادي، الله يسهل عليك راه العواشر هادو، دبر راسو راه مكرفس هادي. قلت له خلي باش يعرف بحقي. ما تبقي المهم الا قبل هاد الشروط، الا قبل هاد الشروط يقدر يصوم معايا رمضان، علاش لا؟ يلا نيت رمضان راه كيبغي السكوات وكيبغي الرياضه وبزاف ديال الحوايج وانا كنعيا. بغيت تكون حياتي معاه، ما بغيتوش يبقى يتسوق، ما بغيتوش يبقى يدافع عباد الله. انا ما كندير شي حاجه خايبه، ما كنخرجش، والله حتى كنصلي، ولكن ما عرفت علاش قولوا طلبوا معايا الله يهديني. هي في الصراحه شويه تنتسطى، ولكن راه ماشي بيدي انا، شويه مفرفره، ولكن راه بعض المرات راه كندير عقلي. دابا تكون علاش؟ حيت فايت مضروبه في راسي بمقله، هذاك الشيء علاش ما تديوش عليا. اكثر دابا ملي كنشوف المقالي تنعاود نزيد نتسطى، ما تديوش عليا، انا راه حمقه وعارفني حمقه شحال هادي. واللي كيبغي شي واحد ما يضربوش، اللي كيبغي شي واحد ما يتكرفش عليه، هذا هو البغي انا اللي تنعرف. هما دابا سبحان الله العظيم، هو ماشي هما، ما شكون هما، هو عنده البغيان بالمقلوب، عنده البغيان خاصو يضرب، خاصو هذا هو تيسحب، هذاك هو البغيان. لا ماشي هذاك هو البغيان، البغيان هو تعاوني في الشقة، هو دير طابليتك معايا، تنشر لي الحوايج، تفك الحوايج من الصابون، طوم ديرهم في الماريو، تمسح لي الثلاجة، هذا هو البغية اللي تنعرف، يمسح لي البطارة كتعذبني، هادشي هذا هو البغية اللي تنعرف أنا. إوا من طبيعة الحال راه تنراعي شحال هادي وأنا تنراعي، راه ما وصلت لهادشي تراعي تعيت، داكشي علاش صافي تفاضل الكاس. إلا كان غادي يدير عقله، إلا كان غادي يدير عقله يشقى ويدير هادشي اللي قلت ليه، مرحبا على الراس والعين، يقابل الدار على حقه وطريقه. المهم يطيب راه كيعرف يصيب الشلايط وداكشي، الا كان غيقابل هادشي مرحبا على الراس والعين. حيت انا كتعجبني الشلاطه كنقطع بها العشاء، سمحوا لي كندوزها في العشاء. هاد المره غادي نسلخو عليا باليمين، انا واحد هذا تنقولها لكم، شي بحال كيما ضربني في اللايف غنشدو في اللايف، غنبقى عليه بالصمت نضربو. دابا انا ما مشى هاديك فتيحه ديال شحال هادي، صافي ولات دابا فتيحه اللي قويه، تنضرب حتى انا دابا غنولي نضرب. حيت شي مره تجي فيكم شي ضربه ما نعقلش عليكم، حيت صافي انا حمقه بالوراق، ما عندهم يصور مني ولا نهائيا بتاتا. عمري ما دخلت فيه، عمري ما قلت ليه علاش، عمري ما قلت ليه علاش هذيك كتبات لك، كيهضروا معاه قدامي كيهضروا معاه، عمري ما قلت ليه علاش وكيفاش، نهائيا ما كندخلش فيه. كانت كتهضر مع السيده اللي كانت باغا تزوج بيه، كانوا كيهضروا معاه بزاف، عمرني انا ما قلت ليه علاش ولا ولا تشوف. غير مؤخرا هاد الايام واحد الولد خدام معايا كيهضر معايا، قال لي رجعت عنده وحده، قالت لي انت السي محمد راه اجي ندير انا وياك شي حاجه، راه مرتك راه قالت لي كان عايره، راه كان عايره في ما عرفت فين كتعايرني، واش في لي كومونتير ولا فهمتي، كيمشيو لعندو كيهضروا معاه، وانا عمرني ما دخلت فيه، وقلت لي صافي دبر راسو عادي ما عنديش مشكل. كلمة أخيرة لمحمد هذا من برا قلتها ليه، المهم راه الناس كيطلبوني، عندك تسحب ليك أنا زعما راه تراجعت وداك الشيء، راه غير حيت الناس طالبيني هادي دير حلقة في ودنيك، وراني قلت لك الشرط ديالي بغيتي تشقى أنت معايا، ما بغيتيش حجر كيشدوك، أنا تنقولها لك من هنا صافي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.